ما هو الميثاق الذي ذكر في قوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق؟ عهد، الميثاق العهد الذي بيننا وبين الكفار، إذا كانوا معاهدين بيننا وبينهم عهد فلا يجوز لنا أن نقاتلهم حتى ينتهي العهد أو يحصل منهم غدر ونقض للعهد. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، فإذا حصل منهم غدر انتقض عهدهم، أما إذا كانوا وفوا بالعهد فلا يجوز قتالهم حتى ينتهي عهدهم. نعم.